أهمية زيارة الطبيب النفسي. إنك تزور طبيب نفسي منا فضيحة. إنه يكون بيك شيء مش معناتها إنه أنت مختل عقلياً أو مجنون. إنك تبوح بوجعك تترتاح نفسيتك مش عيب. كلنا بدون استثناء بحاجة لمتابعة نفسية. الناس بتعاني، ناس بالسر وناس بالعلن، احكي معاناتك. It's okay إنه تروح وتزور طبيب نفسي. خبر عن وجعك النفسي تيخف ويزول وتقول وضعي كان هيك. أنا هيك مع نيشان دير هاروكيونيان وضيف الحلقة الكاتب والإعلامي طارق سويد، الأربعاء 9:30 المساء على الجديد.